بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. هذه جلسة ثالثة في نقاشنا عن المقولات، من حيث هي معبرة عن الاستفهامات اللي في كيان الإنسان، والتي يعبر عنها بتساؤلات نحو الكائنات أو الموجودات أو الوجود بصفة عامة. تحدثنا في الجلسة الأولى عن الاستفهام الفلسفي والسؤال الفلسفي، وتحدثنا وقلنا أن المقولات التي جاء بها أرسطوليس ما هي إلا مجموعة استفهامات تحولت إلى تساؤلات تحولت إلى مقولات، واستعرضنا مقولات أرسطوليس في الجلسة الماضية الثانية، والآن نتحدث عن مقولات لدى كانت. وزعت على حضراتكم ورقات سأحاول أن أتتبعها خطوة خطوة إن شاء الله. نبدأ فنقول وبالله التوفيق، فلن ألتزم بالورقة يعني خطوة خطوة، وسأحاول أن أجمع بين الورقة وما بين ما ذكر الأستاذ. طبعا إيمانويل كانت شخصية كبيرة جدا، يعني هناك من يقول أن العصور القديمة وحتى الوسطى كان المهيمن عليها فلسفيا أرسطوليس، يعني بشكل كبير، حيث أنه حدد معالم المنطق والفيزياء والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة. ويقال أن العصور الحديثة المودرن تايمز، يعني أن الشخص الذي يمثل أرسطوليس في أهميته في العصور الحديثة هو إيمانويل كانت. طبعا الفرنسيين يقولوا لا، هو ديكارت، لكن أعتقد العالم الأنجلوساكسوني والألماني يعتقد أن كانت هو الأهم، وأنا أرجح هذا، يعني أنا أعتقد أن كانت أهم من ديكارت بمراحل. لماذا؟ لأن كانت كأنه هناك روافد كثيرة التقت فيه، في شخصيته، في تفكيره، في وتفكيره كان عميق جدا. يعني هو لمدة 10 سنوات لم يكتب ولا ورقة، وبعدين أخرج نقد العقل المحض كريتيك أوف بيور ريزن، كتبه في هذه 10 سنوات من التفكير العميق. طبعا هذه يعني إحدى طرق تعزيات النفس، بأن تقول لنفسك أنا لم أكتب شيء 10 سنوات، ولكن إن شاء الله سأخرج بالكريتيك أوف بيور ريزن. يعني لكن إيمانويل كانت سبب أنه استغرق هذه المدة أنه استشعر حزمة من التناقضات، تناقضات كبيرة جدا، وتيارات جارفة ومؤثرة في نفسيته، شخصيته، في عقله، وفي زمانه، في عصره، في بدايات القرن 18. هو ولد في 1724، فشبابه بيكون في 1740 أو 1750. هذه المرحلة مرحلة عجيبة اختلطت فيها عدة روافد، نتحدث عن بعضها طبعا نظرا لقصر الوقت صعب التفصيل التاريخي، لكن يعني بعض على الأقل المعالم الرئيسية. أولا الجانب الروحي، الديني، الأخلاقي، الداخلي، العائلي، الذي وصل إلى إيمانويل كانت من أمه وأبيه. هذا كان متأثر جدا بحراك داخل الكنيسة البروتستانتية يسمى بايتزم، والبايتزم هي يعني من بايتي أو التقوى، هي حركة تعتبر روحية أشبه بالتصوف عندنا، أو يعني الحركات الروحية في مختلف الأديان، حركة تركز على النية الصادقة، على الإخلاص، على الصدق في المعاملة، على العلاقة المباشرة الشخصية بما هو مقدس. فهي حركة مناكفة للتسلط الكنسي بصفة عامة، وحركة فيها كثير من الشخصانية، يعني من الاعتزاز الفردي بالعلاقة بين الإنسان والمقدس. هذه الحركة كان لها دور كبير جدا في نفسية كانت، وفي أخلاق كانت، وفلسفة كانت. في نفس الوقت كان يحاول أن يجمع بين هذا التوجه الذي ورثه عن والديه وتوجه آخر أتى إلى كانت من المدارس الكلاسيكية، في المدارس في ذلك الوقت فيما يسمى ببروسيا الشرقية، وهي كانت حضارة ألمانية، كانت
كانت المدارس تدرس الدراسات الكلاسيكية وبالدرجة الأولى الرومانية أكثر من الإغريقية. نعم الإغريقية خاصة أرسطوطليس، ولكن حتى المدرسة الرواقية أو المدارس الرواقية المدارس الهلينستية كان لها تأثير، خاصة الستويسيزم يعني ما يسمى بالرواقية. كتابات سيسرو مثلا كانت مهمة جدا، كتابات ماركوس أوريليوس التأملات، هذه الكتابات كانت تدرس عندهم. وهناك منظومة عجيبة من الكتابات الهلينستية التي كانت مفقودة في فترة من الفترات وتم اكتشافها في بدايات القرن الثامن عشر، لأنها جاءت من عصر النهضة الإيطالية ودخلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في يعني بدايات أواخر القرن السابع عشر بدايات القرن الثامن عشر، ألا وهي كتابات سيكستوس إمبيريكوس. سيكستوس إمبيريكوس هذا شخصية مهمة جدا في تاريخ الفلسفة، لأنه المصدر الأساسي لمذهب الشك، هو المصدر الأساسي لمذهب لمدرسة الشك ويسمى بالسكيبتيسيزم. وسيكستوس إمبيريكوس في كتاباته أهم كتاب له هو Outlines of Pyrrhonianism، يعني مقولات البيرونيين. في هذا الكتاب يتحدث عن شخصيتين مهمتين في تاريخ مذهب الشك اليوناني، شخصية أغريبا وشخصية أنيسيديموس. أغريبا كان عنده خمس منهجيات في تدمير أي يقين، وأنيسيديموس كان عنده عشر منهجيات في تدمير اليقين. وليس من المستغرب أن يتأثر إيمانويل كانت بسيكستوس إمبيريكوس بمذهب الشك اليوناني، لأن في زمانه كانت في مجلة تنشر، مجلة أدبية تسمى أنيسيديموس، سميت على أنيسيديموس من إعجاب الشباب الألمان في تلك الفترة بهذه الفكرة. أيضا مدرسة الشك دخلت أثرت في كانت من خلال ديكارت طبعا ومنهجية الشك عند ديكارت، ولكن طبعا منهجية الشك عند ديكارت متأثرة بسيكستوس بس تختلف عن سيكستوس والتفصيل يطول. أيضا أثر في سيكستوس إمبيريكوس أثر في كتابات مونتينيا الذي أثر بدوره في غيره. فهذه المدرسة في غاية الأهمية لفهم إيمانويل كانت، لأن حقيقة ما يسميه إيمانويل كانت بالفلسفة النقدية هي من ناحية رد على السكيبتيسيزم أو الشك، ولكن من ناحية أخرى هي نوع آخر من مدرسة الشك، نوع مطور ونوع يعني أكثر عقلانية من المدارس الكلاسيكية. ولكن أهم يعني تأثير لمدرسة الشك على كانت كانت من خلال ديفيد هيوم، لأن ديفيد هيوم هو اسكتلندي يعني وجزء مما يسمى بالتنوير الاسكتلندي، وهذه مدرسة في غاية الأهمية، من رجالاتها توماس ريد ومن رجالاتها آدم سميث مؤسس الاقتصاد الحر، ومن رجالاتها دوغل ستيوارت، ومن رجالاتها سير ويليام هاملتون، ومنهم ديفيد هيوم. هذه المدرسة كانت متشبعة بالإمبريقية الإنجليزية، فكرة أننا أساساً نؤسس المعرفة على المعارف الحسية على المحسوس. ولاحظ سيكستوس إمبيريكوس والإمبريقية، فكرة الإمبيريكوس، إمبيريكوس تعني طبيب عند اليونان، فالمدرسة الإمبريقية الإنجليزية هي أصلاً امتداد لأفكار سيكستوس إمبيريكوس. هيوم متأثر بأفكار سيكستوس إمبيريكوس تأثير مباشر. إحنا في تاريخ الإسلام طبعا هذه المدرسة كانت معروفة لدينا، لكن كتابات سيكستوس لم تكن هكذا كمجموعة كتب معروفة، يعني في فهرس ابن النديم لا تجدها مثلا، لا تجدها عند حنين بن إسحاق، لكن محتواها موجود، محتواها موجود في الكتب التي تسمى الرد على منكري الحقائق. هذا عادة كتاب موجود في كتب علم الكلام، مثلا عند الإمام الماتريدي في كتاب التوحيد، في كتاب الإنصاف للقاضي الباقلاني، عند في مقالات الإسلاميين للإمام الأشعري، وفي المتأخرين عند ابن حزم الأندلسي في كتاب الفصل بين الملل والنحل،
أو في الفصل في الملل والنحل موجود باب كامل في منكري الحقائق، فتجد ملخصات سكستوس موجودة في هذه الكتب. ومن أهم الملخصات لسكستوس إمبيريكوس، وهذا عجيب، كتابين لابن تيمية، كتاب الرد على المنطقيين وكتاب نقد المنطق. فابن تيمية عندما يهاجم المنطق هو يهاجم منطق أرسطوليس باستخدام ما قال سكستوس إمبيريكوس في عن البيرونيين. الآن لو تقول لي أتباع ابن تيمية أن ابن تيمية يعني اتبع منهجية سكستوس إمبيريكوس ومذهب الشكاك، يعني يجد صعوبة في تصديق ذلك. لكن تقريبا كل منهجيات أغريبا وكل منهجيات إنسيديموس موجودة في هذين الكتابين لابن تيمية. نرجع لإيمانويل كانت ومدرسة الشك. مدرسة الشك تميزت بأنها من ناحية تشك في الوصول إلى حقائق مطلقة، لكن من ناحية أخرى تحترم الحس، وهذا بالمناسبة طابع لمعظم المدارس الهيلينستية، أنها يعني تقدر المحسوس، بما في ذلك مدرسة قورينا الليبية التي أسسها أحد تلاميذ سقراط في شحات، بما في ذلك إبيكيوريانزم، بما في ذلك ستويسيزم، بما في ذلك سكبتسيزم. كل هذه المدارس التي ظهرت في العصر الهيلينستي تقدر الحس تقدير خاص. فكانت يقدر الحس، من ناحية أخرى ورث هذه الشكوك عن قدرات العقل المحض بأن يصل إلى الحقائق المطلقة. سكستوس إمبيريكوس عنده تعبير جميل في بدايات كتابه Outlines of Pyrrhonianism، يقول بأن هناك ثلاث مدارس: مدرسة تقول بأنه لا تتأتى الحقيقة، ومدرسة تقول بأنها تستولي أو عندها الحقيقة، ومدرسة تقول بأنها مترددة لا تعرف أين الحقيقة وتحاول أن تبحث عنها. فيقول أن سكبتسيزم هي هذه الثالثة. طبعا نفس هذا التصنيف نجده بعد قرون عند الإمام التفتزاني في الشرح على العقائد النسفية، يقول أن السفسطائية، يسميها السفسطائية اللي هو مذهب الشك، ينقسم إلى ثلاثة: أدرية، لا أدرية، هذا يعني أقول لا أدري لا أعرف، وعندية، هذا يعني أنا عندي كذا وأنت عندك كذا اللي هي الريلاتيفيزم، وعنادية وهي التي تقول المعرفة لا تتأتى أصلا. فهو تقريبا يعني نفس تصنيف سكستوس بس بطريقة أخرى. يقول إيمانويل كانت أن ديفيد هيوم أيقظه من دوغماتيك سلامبر، سبات الإيش؟ ولاحظ دوغماتيك سلامبر، من وين جاي الدوغماتيك؟ من دوغما، دوغما اللي هي العقيدة، ما يعتقد الإنسان هو الدوغما، والدوغما تختلف عن الدوكسا. دوكسا هو الظن بس، رأي يعني الظن، هذا الدوكسا. الدوغما اليقين، يعني هو يرقى على مستوى الظن حتى يصل الى اليقين. فالدوغما دوغماتيزم هي انك تكون يعني دوغمائي، يعني بمعنى متيقن بعقائد معينه. يعني احيانا في اللغه الانجليزيه وبعض اللغات الاوروبيه تعتبر مسبه، يعني ان نقول للشخص انك دوغماتيك، انك يعني متشبث برايك، ولكن لم تكن هذه المقولة سلبية، يعني معظم تاريخها إيجابي. مثلا كتاب كارل بارث في عقائد البروتستانتية اسمه Church Dogmatics، يعني العقائد الكنسية، فكلمة دوغما ليست سلبية بالضرورة يعني. فإيمانويل كانت يقول بأن ديفيد هيوم أيقظه من سباته الدوغمائي، يعني العقدي. تمام، أي سبات هذا؟ هو سبات الأفلاطونية حقيقة، لأن في كتاباته المبكرة إيمانويل كانت قبل الفترة النقدية، ما يسمى بالكريتيكال بيريد في تاريخه، كان يعني يميل إلى فكرة أفلاطون، وهي أن العالم حقيقة عالمان: عالم الحس وعالم المعنى. وفي عالم المعنى يستطيع العقل أن يتعلق بالمعاني المجردة أو بالنماذج المجردة أو بالصور المجردة، ويستطيع أن يصل إلى معرفة مطلقة لأنه غير مقيد بالمحسوس. هذه النظرة الأفلاطونية، وهذه النظرة
نجدها في مدارس عدة في عدة حضارات. يعني المدرسة اللوثرية، يعني مدرسة مارتن لوثر اللي هو مؤسس البروتستانتية اللي البايتيزم فرع منها، اللي هي مدرسة والد ووالدة كانت، مدرسة أفلاطونية بجدارة. ليش؟ لأن أفلاطون أثر في مارتن لوثر من خلال أغسطينوس القديس أغسطين، لأن مارتن لوثر يعتبر مجدد لكلام أغسطينوس، فهي أفلاطونية جديدة حقيقة. ولذلك تجد هذه المعاني عند الألمان في الفلسفة المثالية الألمانية، هي أنواع متجددة من الأفلاطونية الجديدة. حتى المتأخرين، حتى هوسرل مثلا، حتى هذه فكرة الترانسندنتال نوليدج، يعني المعرفة المتعالية والتعلق والوصول إلى المعاني المجردة، أن تعرف الأسنسز أو الماهيات المجردة، فكرة أفلاطونية بامتياز. فالذي اعتبره كانت الدوغما التي يقضوا منها هيوم، هي هذه فكرة أنك تستطيع أن تصل إلى معارف مطلقة فيما يخص المعاني المجردة دون أي دور للحس. فإيمانويل كانت اتباعا للمدرسة الشك التي استقاها من خلال هيوم، وأيضا حتى مباشرة من بعض الكتابات الكلاسيكية، خرج من فكرة المعرفة المطلقة بحقائق الأشياء ورجع إلى الحس، لكن رجع إلى الحس بطريقة مثالية نوعا ما. كيف؟ نحن نتحدث عن مقولات كانت، وفي الورقة التي بين أيديكم أربع مجموعات من المقولات. لو نظرنا فيها اللي هي الكم والكيف والعلاقة والأحكام، لا نجد للزمان ولا المكان، مع أننا لو نظرنا في مقولات أرسطوطليس التي وزعتها عليكم المرة الماضية نجد أن الزمان والمكان من المقولات العشر. أين ذهب الزمان والمكان في مقولات كانت؟ لم تختفي، ولكن اعتبرها ليست من مقولات الفهم. هذه المقولات التي أمامنا، الأربع مجموعات من المقولات، هم 12 مقولة، أربعة في الثلاثة، يعني أربعة وكل واحدة تنقسم إلى ثلاثة، 12 مقولة. 12 مقولة لإيمانويل كانت ليس فيها الزمان والمكان، لا إسقاطا لأهمية المكان والزمان، ولكن لأنه يعتقد أن الزمان والمكان من مقولات الحس وليست من مقولات الفهم. تمام؟ من مقولات الحس وليست من مقولات الفهم. أي بمعنى، يقول أنني عندما أرى أي شيء لابد أن أراه في مكان وأن أراه في زمان. لا يمكن أن أرى أي شيء أو أتعامل مع أي شيء أو أن أعرف أي شيء إلا زمانيا ومكانيا. فزمانية ومكانية الأشياء بالنسبة له مقولات أول في ذهن الإنسان، في التعقل الإنساني، ما يسميه هو بالإنتويشن السنسيبيليتي. هذا الحس الأصلي، مستوى الحس، حتى أبدأ أصلا أن أفكر لابد أن تكون هناك محسوسات. يقول أن كل المحسوسات في زمان ومكان أصلا، وفي زمان ومكان مش في الخارج. هذا مهم جدا. هنا مثالية كانت التي في إمبريقيته، هو جمع ما بين الإمبريقية وما بين المثالية. كيف؟ يقول أن الزمان والمكان ليس في الخارج، وإنما الزمان والمكان هي أطر يفكر بها الإنسان، أو بالأحرى يستقبل بها الإنسان في الانتويشن كل ما يأتيه من الخارج. فلا زمان ولا مكان في الخارج، وإنما الزمان والمكان أطر ذهنية يستقبل بها الذهن المحسوسات، وهذا في غاية الأهمية. فهو بالنسبة له مفهوم الشيء مستحيل بدون زمان ومكان. هذا بالنسبة للأشياء المحسوسة. بالنسبة للأشياء المفكر فيها، المكان ليس هناك مكان. مثلا لو قلت نقطة رياضية، ليس هناك مكان للنقطة الرياضية، لكن لها زمان، لأن وأنت تفكر فيها
هذه النقطة في زمان معين، زمان ذهني ولكن في زمان، ليست في مكان إلا إذا كان تخيلتها فتتخيل مكان، في مكان خيالي، لكن من الممكن أن تفكر فيها بطريقة مجردة بحيث تكون في لا مكان، ولكن مع ذلك هي في زمان. فبالنسبة لمقولة المكان ومقولة الزمان التي كانت عند أرسطوليس من المقولات العشرة تختفي عند كانت في المقولات الفهم، لأن كانت عنده ثلاث مستويات: مستوى الحس، ثم الفهم، ثم العقل. هي ثلاث مستويات، وهذه التفرقة في غاية الأهمية. فكأنه أخذ مقولة الزمان والمكان وجعلها للحس، باقي المقولات يعتبر أعاد تنظيمها وأصبحت مقولات للفهم. تمام. طيب مقولات العقل ما هي؟ في مازال مستوى أعلى من هذا المستوى. مقولات العقل في النهاية نرى أنها مقاصدية حقيقة، هي مقاصد كبرى، أو مقاصد كما يقول الغزالي المقصد الأسنى في كتابه عن أسماء الله الحسنى، أو المقاصد الكبرى أو العظمى. فالمقاصد كما في كتابه الأخير اللي هو Critique of Judgment، يعني نقد الأحكام أو الحكم، نجد المقولات للمستوى الثالث اللي هو مستوى العقل، ونجدها أيضا في المقاصدية الأخلاقية في Categorical Imperative، في الكريتيك الثاني اللي هو نقد العقل العملي، أو في ميتافيزيقا الأخلاق. ففي مستوى الفهم اللي يسميه الفيرشتيهن، هذا المستوى هذه المقولات الاثنى عشر هي التي تحكم الفهم. هكذا أجبنا ولو بعض الشيء عن موضوع هيوم وعلاقة هيوم والدوغماتيك سلامبر هذه اللي ذكرها. فكرة القالب الفكري الذي يسميه كانت المفرد سكيما باللاتيني، والجمع سكيماتا. السكيما هي القالب، يعني مثلا لو عندك مثلا آلة صنع المقطع مثلا أو المكرونة، السكيما هي القالب الذي يمر من خلاله العجين بحيث يخرج في شكل معين، فهي أطر لا تصنع العجين، يأتيها العجين من الخارج لكن تشكل العجين، فهي أطر مشكلة لما يرد من الخارج، وهذا مهم جدا. هذه الأطر في غاية الأهمية، وهي عند إيمانويل كانت ليست أطر ستاتيكية، يعني ليست أشياء ميتة أو ثابتة، وإنما أشياء متحركة وفعالة، أقرب إلى ما يسمى الآن بالألغوريثمز أو الخوارزميات في علم الكمبيوتر. هي كأنها برمجيات، لكنها برمجيات تأطيرية. مثلا أنت تستخدم مثلا برنامج وورد للكتابة، هل برنامج وورد يكتب لك المقالة؟ هو لا يكتب المقالة، لكن يعطيك إمكانية الكتابة، وعنده وفي هذا البرنامج أطر معينة لا تستطيع أن تخرج من المارجن أو الهامش إلا إذا كان غيرت الهامش، يعطيك القدرة أن تعدل الهامش، ولكن حتى قدرة على التعديل مؤطرة في من كذا إلى كذا. فسكيمات عند إيمانويل كانت هي أقرب إلى هذه البرمجيات التأطيرية المشكلة للمحتوى. هل هي صانعة للمحتوى؟ نعم ولا، هي مشكلة ولكن ليست صانعة. عندك صلصال أو ما يسمى بالبلايدو الآن، وتريد أن تشكل هذا الصلصال، هل عندما تصنع تمثال من هذا الصلصال، هل أنت الذي صنعت التمثال بالكامل؟ نعم ولا،
أنت وضعت صورة كما يقول أرسطوطليس، وضعت الصورة في الهيولة في 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 المادة، فخرج هذا الشكل. تمام؟ عند أرسطوطل عند كانت كأن الصورة التي يتحدث عنها أرسطوطليس أصبحت منظومة كاملة تأطيرية من القوالب الفعالة، ليست فقط صورة أفلاطونية تضحى على الصلصال، ولكن أصبحت أكثر تعقيدا. هذه الفكرة، فكرة سكيماتا، أزم القول بأنها من أهم الأفكار الحديثة، لأنك تجدها في كل مكان. مثلا لما بياجي يتكلم عن القوالب في العملية التعليمية من كانت على طول، يعني مباشرة، حتى أنه سميها سكيما. عندما يتحدث توماس كون عن بارادايم، الباراديغما هي أصلا سكيماتا. عندما يتحدث إمري لاكاتوش في فلسفة العلوم الطبيعية عن الميثودولوجي of scientific programs، هو يتحدث عن سكيماتا. عندما يتحدث سايمون في نظرياته عن الذكاء الاصطناعي، كتابه عن bounded rationality، عن حدود أو تأطير التفكير، هو يتحدث عن سكيماتا. في اللغويات عند مثلا تشومسكي في كتابه Knowledge and Language، عن المعرفة واللغة، تشومسكي الديب جرامر اللي هو الجرامر العميق هو عبارة عن سكيمات. هذه النماذج تشكل التفكير، تشكل الحس، تشكل كل ما ينتج عن العقل، وهي بذلك تصبح موضوعية. بمعنى على مستوى الحس، الزمان والمكان هو يأتي من الذهن حسب إيمانويل كانت، ولكن بمجرد أن أصبح أن تشيئ هذا الشيء زمانيا ومكانيا، كأن مقولة الزمان والمكان أصبحت موضوعية. بس ترجمة المفردات، نعم، هم في العربية عشان يفرقوا بين الفورم أوف إنتويشن، استخدموا في كلمة قالة، نعم، وبالنسبة للفورمز أوف أندرستاندينج استخدموا في كلمة مقولة. أوكي، سكيماتا استخدموا كلمة خطاطة. إيش سموها؟ خطاطة، لأنها تسهم في التخطيط، لأن حتى كلمة موديل فيها نمذجة. صح، تو البارادايم راح يقرب الى النمذجه منها الى الخطاطه. اوكي، كلمه غريبه شويه، لكن هي غريبه، لكن حتى الادعاء بان الموديل يختلف عن السكيماتا والله يختلف عن البارادايم، حتى هي فيها قول، يعني بمعنى او فيها اقوال بالاحرى. البارادايم موديل حتى هو. Yes, model. والسكيما موديل حتى هي. ما هو تبي تفرق بين الموديل والسكيماتا؟ يعني هو لا مشاحة في الاصطلاح. أنا كل اللي نقصده أن الفكرة الأساسية بأن اللي هو يسموه constructivist epistemology، بأنك أنت في التعرف أو في المعرفة، التعرف هو أن يظهر لك الشيء يعني، لكن في المعرفة أنك أنت أصلاً محكوم بأنماط في التفكير تشكل هذا الذي تعرفه، والغريب أنك بعد أن تشكل هذا الذي تعرفه يصبح هذا الذي تعرفه هو كأنه موضوعياً فيه هذا الزمان وفيه هذا المكان وفيه هذه الوحدة وفيه هذا التعدد وفيه هذا المجموع. المقولات وكأنها يعني تنتقل من الذهن إلى الأشياء وتتموضع في الأشياء، حتى أن نحن يعني يصبح التفرقة ما بين ما هو موضوعي ما هو شخصي. يعني مثلا ونحن نجلس هنا، كيف تفرق بين الموضوعي والشخصي؟ ما هو الذي منك وما هو الذي إليك؟
ما هو الذي يأتيك من الخارج وما هو الذي يأتي منك. يعني سبحان الخلاق هذا التفاعل بين العارف والمعروف، بين العالم والمعلوم، بين المفكر والمفكر فيه، تفاعل عجيب تختلط فيه السكيمات التي تحدث عنها كانت بالوجود الذي في الخارج، ويصبح العالم المعاش اللي هو يسميه الفينومينال وورلد، يعني العالم المتمظهر أو الظاهر، هو العالم الموضوعي. بينما يقول كانت وراء هذا العالم الظاهر، هذه الظواهر النومنة اللي هي لا يمكن معرفتها، وهي هناك في الخارج، لكن هناك في الخارج دون هذا الإنسان الذي يعرفها، لأنه بمجرد دخول الإنسان الشاهد على هذا المشهود، العالم على هذا المعلوم، العارف على هذا المعروف، المدرك على هذا المدرك، أصبح فينومن، صح؟ أصبح ظاهر. طبعاً نحن عندنا في تراثنا التفرقة بين الظاهر والباطن، مثلاً عند ابن عطاء الله السكندري، كيف يظهره شيء وهو الظاهر في كل شيء، كيف يظهره شيء وهو الظاهر لكل شيء، كيف يظهره شيء في الحكم، يعني في حوالي 3 صفحات من أعجب ما يكون في العلاقة بين الظاهر والغير ظاهر يعني. تمام؟ مش هذا هو بيت عارف الثورة الكوبرنيكية اللي أقصد منها أن لازم نقول الفلاسفة قبل كانت. نعم. كان في عالم موضوعي برا. نعم. والذات تحاول أن تستوعب تفهم. نعم. الآخر. لكن هو زي ما تقول أعاد تعريف العالم. نعم. أوكي. طبعاً في علم الفلك القديم اللي هو ما قبل كوبرنيكوس، كانت الفكرة أن الجيوسنتريك يعني الأرض في الوسط، وكل كل الأفلاك تدور حول الأرض. خلينا من الأرض، المدرك الذي يرى النجوم تتحرك، هذا الشخص الفلكي أين هو؟ هو في هنا، والعوالم تدور على حول المدرك. تمام. كوبرنيكوس قال لا، الأرض ليست هي التي في الوسط، ولكن الأرض هي يعني كوكب من الكواكب تدور حول الشمس. ماذا يعني هذا؟ أنه انتقل بتفكيره من كون المدرك هو المركز والمدرك يدور حول المدرك، إلى نقلة نوعية حيث أن المدرك هو الذي يدور حول تابع، وهو الذي يدور حول المدرك. فهذه النقلة يعني إيمانويل كانت عندما قال أن هذا الذي أراه متموضع أمامي هو ليس من الخارج ولكن هو مني، وأنا الذي أقولب هذا بقوالب منبثقة من الذهن الإنساني ومن التفكير الإنساني، بحيث أني نعم أرى هذا الذي في الخارج ولكن أراه بهذه القوالب، فهو في آن واحد subjective و objective. كيف تقولها يعني، كيف تترجمها subjective؟ أنا هذه دي منحير فيها. ذاتي وموضوع. دكتور نجيب عنده تعبير يقول مثالية بلقاء. مثالية بلقاء. هذه مثالية. هي بس هي محاولة طبعا للجمع بين المثالية وما بين الإمبريقية، لكن يعني قل ما تشاء، لكن شبه لا تستطيع أن تخرج من عباءة كانت، لأن حتى ديغيدا موجود فيها، هسرل، هايدغر، كلهم يعني قصة. كان عندي أستاذ هو الذي درسني كانت، كان متخصص فيه، تيري ويليامز كان اسمه، كان يقول تستطيع أن تتفلسف ضد كانت، تستطيع أن تتفلسف مع كانت، لكن لا تستطيع أن تتفلسف بدون كانت، لأن حقيقة لازم يجي في الطريقة. فخلينا نمر على المقولات الاثنى عشر سريعا، ثم نعود إلى أسئلة أو إلى أوامر الدكتور نجيب إن شاء الله.
هو قسم المقولات إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى تتحدث عن الكم، والمجموعة الثانية تتحدث عن الكيف، والمجموعة الثالثة تتحدث عن العلاقة، والمجموعة الرابعة تتحدث عن الأحكام أو الموداليتيز. الكم والكيف تحدثنا عنهم في المرة الماضية، لن نطيل، ولكن لاحظوا في مفهوم الكم يتحدث عن أشياء مختلفة: الوحدة أو الوحدة، والتعدد، والمجموع. ماذا يقصد بهذا؟ هذا الكوب، ومسكين الكوب في هذه الجلسات، يعني هذا الكوب واحد أو اثنين؟ واحد، تمام؟ حسب كيف أحمد؟ تمام، يبقى مع إنه واحد هو متعدد، صح؟ في تعددية في داخله، بس لاحظ تعدديته لا تنفي الوحدة متاعها، صح؟ عجيبة هذه، صح؟ باهي، وتحس إنه هو مع بعضها هيك مجموع، صح؟ باهي، فكرة المجموع تختلف عن التعدد متاعها وتختلف عن الوحدة، صح؟ كونه واحد تختلف على أنه متعدد وتختلف على أنه هو مجموع. يبقى سؤال الكم له ثلاث مناحي أو ثلاث جوانب، تمام؟ ولذلك ينقسم إلى ثلاث مقولات. فالمقولة الأولى قاعدة الثلاثة، تمام؟ وضحت؟ أوكي. نجول المقولة الثانية، ولاحظ أن المقولة هذه اسمها اسم أداة استفهام، كم، والسؤال ينبثق من استفهام، صح؟ هذا السؤال ينبثق من استفهام. يبقى استفهامي أنا كإنسان عندما أريد التعرف على شيء من حيث الكم له ثلاث جوانب أو ثلاث مناحي. بقى لو سألت عن الكيف، كيف هو؟ كانت قال نقدر نسأل هل هو مثلا، هل هو أخضر؟ خلينا نشوف اللون، هل هو أخضر؟ هذا السؤال عن الواقع. هل هو أحمر؟ نعم هو أحمر أيضا. هل هو أسود؟ لا. هذا النفي عنه هو جزء من شيئيته، من كينونته. العجيب، هذه واحدة من المحيرات، فرديناند دي ساسور في الكورس عن اللغة، اللي كتاب المشهور اللي هو أساس لديغيدا ولديكونستراكشن والبوست مودرنزم، يقولنا في كل إثبات نفي كل شيء آخر في الكون. يعني كأن وجود أي شيء ينفي أنه كل ما ليس هو، ينفي ما عدا. فكأن النفي جزء من الإثبات، فيقول عندك الإثبات، عندك النفي، وعندك الحد. هو أخضر، بس إلى أي حد هو أخضر؟ أخضر غامق، أخضر فاتح. فحتى الكيفيات تختلف في الدرجات. هو شجاع، بس كم شجاعته؟ يعني شجاع واجد ولا شوية؟ هو نعم، هو ذكي، كم الاي كيو متاع؟ يبقى حتى الكيفيات تتدرج فيها، تدرج. هذا بالنسبة للمقولة الثانية. فأصبحت المقولة الثانية ثلاثة، أصبح عندنا ستة الآن، ثلاثة وثلاثة. المقولة الثالثة العلاقة. كانت لاحظ أن العلاقات تختلف عن بعضها البعض. في علاقات اللي هي علاقات الحمل، يعني بمعنى هذا محمول على هذا. السماء زرقاء، في علاقة بين الزرقاء وبين السماء. هذا يحمل هذا، هذا موضوع وهذا محمول، تمام؟ هذا نوع من العلاقة. لكن في علاقة أخرى اللي فيها نوع من الاعتماد أو السببية، كما العلاقة بين النار والدخان. ما فيش نار، ما فيش دخان بدون نار، يقول، تمام؟ هذه علاقة تختلف عن زرقة السماء، لأن فيها علاقة سببية، هذه تعتمد على هذه،
وفيه نوع آخر من العلاقة اللي هو علاقة تبادلية تفاعلية، لا هذا سبب هذا ولا هذا سبب هذا، ولكن في تفاعل بيناته، ولا هذا محمول على موضوع ولا هذا محمول على الموضوع الآخر، ولكن في علاقة بيناته. فإيمانويل كانت لاحظ أن السؤال عن العلاقة له ثلاثة أوجه، فمن هنا انبثقت ثلاث مقولات. كم قعد عندنا؟ 9. ها؟ قبل تطلع يا أنت عاد حبيب السببية. أي نعم. لا لأن النقطة يبدو لي جوهرية. طبعا فكرة جوهرية ولا سببية؟ فكرة إن العلاقة السببية مش قاعدة برا. نعم. قاعدة هنا. قاعدة في الذهن البشري. نعم. وطبعا هذه يعني وفق إحدى التأويلات إن أراد بها كانت إن يرد عليه من على هيوم. لما تخلي العلاقة السببية قاعدة هنا، فكأن عندها نوع من القبلية. نعم. وعند كان في ربط بين القبلية والضرورة. صح. وبالتالي جينا لليقين بطريقة تسلل. بالضبط. نعم. نرجع لديفيد هيوم، يحبها الدكتور. ديفيد هيوم طور فكرة من العصر الوسيط، فكرة مهمة جدا موجودة عند توما الأقويني اللي هي الهابيتوس، العادة، اللي مشايخنا يسموها العادة، كما في خرق العادة مثلا، تفسير المعجزة عند الأشاعرة والماتريدية أنها خرق العادة للدلالة على صدق نبي اللهم صلى وسلم عليهم جميعا. ففكرة العادة موجودة عند اللاتينيين، عند أكواينس. ديفيد هيوم يعتقد أن ما نسميه بالسببية ما هو إلا عادات، عبارة عن نظرنا فوجدنا هذه النار لها دخان، وهذه النار الأخرى لها دخان، وهذه النار الأخرى لها دخان، فتعودنا أن نربط بين الدخان والنار، لكن حقيقة أن هذه النار لا تسبب الدخان بشكل يعني cause and effect، سبب ومسبب. طبعا هذه تشبه فكرة، لا هو مش إنكار للسببية، لما يقول إنكار لإبستمولوجي. نعم. أيوة. نعم. مش أنطولوجي. لأنه هو بالنسبة للأنطولوجيا مش واخذ موقف. إيه نعم. هو نعم. هو 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 مش إنكار أنطولوجي، لكن هو تعليق حكم أنطولوجي. exactly. فهو يعلق الحكم عن السببية، هو لا ينكرها. صحيح. يقول لك يعني لو النار الجاية طلعت من دون دخان، تملكش إنك. مثلاً يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، وطلعت يعني مثلاً غير محرقة مثلاً، تمام؟ وهنا المعجزة، هذا تعريف المعجزة. بس طبعاً ديفيد هيوم ينكر المعجزات، هذه واحدة من الفروقات اللي بينه وبين، لأن البوزيشن بتاع ديفيد هيوم مع الفارق طبعاً قريبة من فكرة الأشاعرة فيما يخص ما يسمى بالأوكيجناليزم، يعني إن العلاقة بين السبب والمسبب ما هيش علاقة ضرورية أو ما يسمى بأنها مودعة في الطبائع. فالقول بالطبائع عند الأشاعرة يعتبر يبدعوا هذا الكلام. ف ديفيد هيوم يعتبرنا السببية عبارة عن هابتس أو عادات. فزي ما تفضل معالي الدكتور لما قال إن كانت كأنها محاولة لإنقاذ القطعية الضرورية على أساس أن راهي السببية أصلاً من الإنسان، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعيش في عالم بدون أن يكون هناك سبب ومسبب، لأن يأتي بهذه الأشياء من ذهن الإنسان نفسه، من إدراك الإنسان نفسه، فلها نوع من الضرورة حتى ولو لم تكن هناك في الخارج. وبالمناسبة كيف يصل إلى هذه الجزئية من المقولات؟ يصل إليها بأن ينظر في القوالب المنطقية. عندما مثلا كل ألف باء، هذا القالب المنطقي، مثلا كل سماء زرقاء، هذا يعطيك العلاقة ما بين الموضوع والمحمول.
العلاقات الكونديشنال اللي هي الاشتراطية، لو مطرت السماء تبتل الأرض، تمام، هذا القالب if A then B، يعني لو ألف إذا ألف إذا باء، هذه علاقات تعطيك السببية. يعني هو كأنه درس القوالب المنطقية ومنها استخلص المقولات. ولذلك يقول أن هذا deduction، يعني هو يدعي أن هذا طريقة منهجية منظمة لاستخلاص المقولات، تختلف عن الطريقة العشوائية لأرسطوليس التي يقول أنها أشبه بالكهانة، يعني أنه جمع الرابسدي يسميه، أنه جمع كل المقولات هكذا بدون أنماط معين. إذن الآن عندنا 9 مقولات، تحدثنا عن العلاقة اللي هنا الثلاثة، قاعد عندنا 9. الآن الرابعة اللي هي الأحكام، يسموها الموداليتيز. كل موداليتي صعب أنك أنت تترجمها حقيقة، جهة يسمو الجهات، بس أنت لاحظ كلمة جهة عادة تعني لها معنى حسي، حسي ومكاني يعني. ايه نعم. والموداليتيز حقيقة غريبة، يعني هي فعلا الأشياء العجيبة، هي معاني في غاية الأهمية في الأخلاق، في القانون، في حتى في الفيزياء. الفرق بين الضروري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا، بارك الله. حتى في الميتافيزي شو معنى ضروري؟ شو معنى مستحيل؟ شو معنى ممكن؟ مثلا كلمة جهات لها دلالات مكانية، كلمة مقامات لها تراتبية، يعني ومرتبطة بالمقامات الموسيقية والمقامات الروحية، يعني لها. لا، لما تحكي لكل مقال مقام. نعم، بهذا المعنى. بهذا المعنى. فما هي الضرورة؟ ما هو الجواز أن تكون هذا جائز ممكن؟ ما هي الاستحالة؟ مثلا هل يستطيع أن يرفع إسلام، أنت ديما جالس على اليمين، فإسلام طائرة؟ نقول مستحيل، لا يستطيع أن يرفع طائرة. ما نوع الاستحالة الذي نتحدث عنه؟ هل هي استحالة فيزيائية؟ هل استحالة منطقية؟ هل استحالة وجودية؟ أنواع الاستحالة. سوبرمان مثلا يقدر يرفع الطائرة، مع أنه إنسان وصح من كريبتون، من كوكب كريبتون، لكن إنسان يرفع الطائرة، معناه ما هيش استحالة منطقية، ولكن ممكن استحالة وجودية باي الإمكان. نفس الشيء، أنواع من الإمكان. الوجوب هذا واجب، واجب كيف؟ واجب قانوني، واجب شرعي، واجب أخلاقي. مثلا هناك من ادعى أن احترام التعهد في جنيف أنه واجب أخلاقي وليس واجب قانوني مثلا. فيعني هذه التفرقة مهمة مثلا. فلاحظ إيمانويل كانت أن الأحكام أيضا لها هذه الموداليتيز الثلاثة، فهذا يعطينا 3 مقولات أخرى، يصبح المجموع 12، تمام؟ بس لاحظوا هنا شن الفرق بين هذه المقولات ومقولات أرسطوليس. أرسطو كأنه كان يقول أن المقولات هناك في الخارج، يعني هي تقسيمات للعالم منعكسة في التقسيمات اللغوية، نحن ندرس التقسيمات اللغوية فنفهم تقسيمات العالم التي في الخارج. بالنسبة لإيمانويل كانت هذه سكيماتا في كينونة العقل المحض، ولذلك يسمى كتاب نقد العقل المحض، أن العقل المحض في كيانه يتعامل مع الموجودات، بل أنه يشكل الموجودات زمنيا ومكانيا على المستوى الحسي وفهميا باستخدام هذه المقولات الاثنى عشر، وأن هذه القوالب لا تخرج عن هذه الاثنى عشر. ليش؟ لأنه أتى بها من تحليله
للمقولات المنطقية. تمام، هذا ما وددت أن أقوله عن هذه الورقة. فهيك كملنا موضوع الورقة، نرجع لأسئلة الأستاذ نجيب. فكرة إن عندنا حاجة تبي تشوفها وأنت اللي تسأل يعني على الأحسن. لا، هي بالنسبة للعلاقة بين بالفورمز اوف انتويشن أو قوالب الحدس والكاتيجوريز اوف اندرستاندينج اللي هي مقولة الفهم. يعني في فكرة إن عندنا الجيفن، أوكي، وإن الجيفن لما يدخل في الفورمز اوف انتويشن يبقى بيرسبت أو مدرك. نعم. أوكي، لكن مش مدرك معرفي. نعم. ما يبقاش كوجنيشن إلا بعد ما تطبق عليه مقولات الفهم. نعم. هذا أوكي. هي طبعاً هذه لم تأتي من فراغ، من منطق وولف وبومغارتن اللي موخود من منطق لايبنتز، تمام، اللي أصلاً موخود من التفرقة اللي نحن نقرأ فيها في كتب المنطق في العصر العصور الوسطى، اللي هي تفرقة بين التصور والتصديق. أنا أتصور الزرقة وأتصور السماء، ثم أحكم على السماء بالزرقة فنقول السماء زرقاء. فمفهوم الجاجمنت، الحكم عند أرسطوليس، آسف، عند إيمانويل كانت، قريب جدا من موضوع من مفهوم الانتقال من التصور إلى التصديق عند فخر الرازي مثلا رحمة الله عليه. لأن الفخر الرازي يعتقد أن عندك تصورات وعندك تصديقات بمعنى حمل المحمول على الموضوع، ولكن عندك حكم بإثبات ذلك، كأنها خطوة ثالثة اللي هي الجاجمنت. فإيمانويل كانت بالنسبة له الجاجمنت يعني مهمة جدا، هي الحكم على هذا بذاك. كأن المقولات هذين الاثنى عشر قوالب الحكم، قوالب كيف تصدر حكما، عن الكمية، عن الكيفية، عن العلاقة، عن المقامات. تمام. العجيب من بعد إيمانويل كانت لغاية تقريبا 1930 و40 كتب المنطق المهمة كانت تعتبر أن الجاجمنت جزء مهم جدا من كتب المنطق. يعني في منطق برادلي مثلا جاجمنت موجودة، في منطق بنديتو كروتشي، خاصة كتب المنطق للفلاسفة المثاليين اللي من مدرسة كانت وهيجل وغيرهم. فمفهوم الجاجمنت لم يخرج من كتب المنطق إلا مع قدوم مدرسة فيينا والمنطق السوري formal logic، والإحساس بأن judgment فيها إشكال، أنها psychologistic، أن فيها إعمال لعامل نفسي يجب أن يخرج من المنطق، لأن المنطق يجب أن يكون قوالب مجردة، علاقات بين axioms وما بين derivation rules واستخراج النتائج من propositions instead of judgments. بالضبط، وأصبح propositional logic بدلاً logic of judgment. بالضبط، وهذا في غاية الأهمية. لكن لو تدقق يعني تجد أن موضوع judgment مهم، ما كان يعني ينبغي أن يخرج من المنطق. وربما المدرسة البراغماتية مثلا عند في منطق مثلا منطق دوي، جون دوي، في theory of inquiry، كأنه استرجع شوية من موضوع judgment بس خلطها بموضوع التساؤل والسؤال والبحث، وأصبحت judgment عبارة عن process، يعني عبارة عن كيف؟ عملية، ولها صيرورة. يعني كأن judgment متحركة تتغير حسب البحث، حسب الاستفهام الذي ذكرناه المرة الأخرى. وحتى عاد في الـ concept of judgment عاد في الـ critical thinking. نعم طبعاً، لأنه يحتد بالسياقات وبالظروف النفسية لآخره. نعم بالضبط.
وفي البراغماتكس في اللغويات البراغماتكس عند جرايس وفي نظرية الأفعال الكلامية عند جون أوستن وسيرل. شنو النقاط الأخرى دكتور؟ هو سينثيتيك أبريوري والله مش يجي سؤالها. لا لا حاولوا يا سيدي. الاناليتيك والسينثيتيك ديستينكشن مهم عند إيمانويل كانت. مثلا لما نقول 2 زائد 2 تساوي 4 هذه معرفة ومعرفة يقينية صح؟ بس هذه المعرفة اليقينية كيف وصلت لها؟ هل لأني شفت 2 زائد 2 عديت لقيت ان 4؟ هل هذه المعرفة سينثيتك أي بمعنى ركبتها تركيب من أشياء في الخارج؟ والله أناليتك مفهوم الاثنينية ومفهوم الجمع عندما يجتمع اثنين واثنين ينتج مفهوم الأربعية. تخيلت الوحايد. إيش؟ تخيلت الوحايد. هل فعلا تخيلتهم؟ والله درت لهم ديريفيشن من الأكسيومز متاع الأريثمتيك. عرفت ال فالسؤال هذا راهو مهم. يقال ان كل المشروع متاع إيمانويل كانت هو البحث عن سينثيتيك جادجمنتس تكون ابرايوري في نفس الوقت عندها قطعيه وضروره الابرايوري القبلي وفي نفس الوقت عندها محسوسيه وموضوعيه ما هو في الخارج المعلوماتيه. وليش هالهوس اللي كان عنده؟ لأن نيوتن أحدث ثورة عجيبة في الفكر الإنسان. يعني مثلا نيوتن عنده هنا كم قانون؟ 4 3 زائد 1 لما نضيف الجاذبية ولا لا؟ أهم قانون اللي هو القانون الثاني. اللي شنو يقول القانون الثاني؟ يقول إن F equals MA يعني القوة تساوي الكتلة ضرب العجلة. تمام، خلينا نبدأ بالعجلة. تمام، شنو العجلة؟ العجلة هي سرعة السرعة مقدار تغير معدل تغير السرعة. بشين السرعة؟ سرعة المسافة على الزمن. يبقى من مقولة المسافة والزمن يعني المكان والزمان، لاحظ مقولتين هذين اللي هنا أساسيات، طلعت السرعة بعدين خديتها على الزمن من جديد طلعت العجلة. تمام كويس، باقي الكتلة كيف نشتق؟ شن دار نيوتن في البرينكيبيا متاع كتابة في الفيزياء؟ جاب جسم، قول الجسم ألف، ندفها بقوة ألف ونقيس العجلة متاعها ألف، ناخذ نفس الجسم ندفها بالقوة 2 ونقيس العجلة 2، ناخذ نفس الجسم ندفها بالقوة 3 ونقيس العجلة 3، ندفها بالقوة 4 وندفها بالقوة 4 تنتج العجلة 4، ناخذ العجلة اللي نتجت نقسمها على على القوة اللي دفعت بها الجسم في كل مرة نجد انها نفس الشيء كونستنت دائما ثابته. هذه نسميها هذا الثابت نسميه كتله الجسم. فالكتله كانها مفهوم مشتق من القوه والعجل اللي هي اصلا مشتقه من المكان والزمان صح؟ لا 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 قصدي هي عجله من السرعه والسرعه من المكان والزمان. ما باهي القوه؟ شنو القوه هذه؟ فورس بوتنسيا اللي هي البوتنسي اللي يحكي عليها أرسطوطليس. تمام، احنا الأشاعرة مثلا عند القول بالقوة المودعة مرفوض، بس الآن أي واحد يقرأ في فيزياء كل أولادنا يقرأ في فيزياء مبنية على فكرة القوة. مفهوم القوة شو معنى القوة؟ عجيب جدا، يعني صعب جدا انك انت كأنه مفهوم أولي الكويس فيهم يرجع للطاقة باش يعرف القوة. تمام، والطاقة مازال
أصعب. العجيب أن أينشتاين وين البدعة اللي دارها؟ أن اكتشف أن الطاقة والكتلة شيء واحد. تمظهرين لشيء واحد. وإن الكتلة غير ثابتة غير ما يقول نيوتن. نرجع لإيمانويل كانت وأنسى أينشتاين، كأن أينشتاين لم يوجد، وأنت عايش في القرن 18 وتقرأ في كتابات نيوتن، واكتشفت أن نيوتن عنده سر عجيب، أنه يقدر يتوقع بنجاح كامل أنه لما يضرب المدفع هنا القذيفة وين حطيح. تمام. وبالمناسبة الفيزياء التي تستخدم في الجيوش الآن هي نفس فيزياء نيوتن، ما تغير منها شيء. يعني ينطلق صاروخ جراد حينزل في المكان الفلاني، حساب مثلثات بالكالكولس متاع نيوتن باش يحسب بقوانين نيوتن، ما متغير شيء. انا ما رقيتش فوق ولا نزلت تحت. تمام. باهي من اعجب العجائب انها الاف ايكوالز ام اي، انها تقدر تتوقع الصواريخ البالستيه وين حطيه، وان لما واحد يطيح من عماره كم حتكون سرعته لما يضرب ستاك، وتتوقع بها مثلا لما يعني عدد الاشياء اللي انت تقدر تتوقعها بنجاح كبير جدا، من جمله لا تتعدى 3 حروف. زمان لما كنا نحفظه في القوانين قلنا دير مثلث. تمام. اكتب الاف فوق وام اي. باي شنو الاف؟ والله ام ضرب اي. باي شنو الام؟ والله اف على اي. باي شنو الاي؟ والله اف على ام. باي اذا كان كل مفهوم من المفاهيم الثلاثه معرف بالاثنين الاخرات، وهذا الكلام هذا قاعد في الذهن، شنو اللي يعطي هذا القانون القدرة على التوقع في الخارج؟ شنو اللي يعطي هذا القانون؟ شنو العلاقة بين هذه المدركات وبين الأشياء اللي في الخارج؟ إشكالية إيمانويل كانت الرئيسية هي هذه الإشكالية. How is synthetic a priori judgments possible؟ هو يقول كيف؟ يعني كيف يمكن أن تكون، يسأل عن الإمكانة، كيف يمكن أن يكون هناك أحكام سينثيتيك تركيبية وفي نفس الوقت ضرورية وقطعية؟ وشنو البارادايم، يعني زي ما تقول المثال الأعظم عنده قوانين نيوتن. هو كان مهووس بالميكانيكس متاع نيوتن، وكتب فيها، يعني مؤلف الفيزياء كانت في حياته المبكرة، وآخر كتاب كان يحاول يكتبه كان في الفيزياء أيضا. يعني فإشكالية حقيقية وبالنسبة له، يعني فيه فاعلية لهذه القوانين متاع نيوتن. هذه الفاعلية منين جاية؟ شنو معنى الناتشرال لو؟ وهذه نفس الإشكالية اللي كتب فيها توماس كون، وكتب فيها كارل بوبر، وكتب فيها إمري لاكاتوش، وكتب فيها بول فايرابنت، وكلهم هذوما، لاري لاودن ترجمهم كلهم الدكتور ما شاء الله. فهي نفس الإشكالية. نشوف أسئلة الأخرى عشان تاني. هذا السينتاتيك أبرايوري تكلمنا عليه. لا يعني فكرة الجمع بين الجدة واليقين. نعم. هذه الفكرة أصلاً. بالضبط. وتقليدياً لا يجتمعان. صح. يعني الديدكشن الاستنباط حيعطيك يقين لكن ما يعطيكش جدة، ما يعطيكش معلومات. صح. والعكس في الاستقرار. صح. وطبعا ارتهان او ثقه العمياء في فيزياء نيوتن. نعم. هذا السؤال شنو اثرها على الصرح الفلسفي كله؟ يعني لما طلعت النان يوكليديان جيومتري، يعني نفس الكلام. صح. حيقول على اكليدس والنان نيوتونيان ميكانكس. اكزاكتلي. صح. okay. يعني في اللي يقول ان لان طلعت النسبية وطلعت الكوانتم ميكانيكس وانهارت الميكانيكا نيوتن الكلاسيكال ميكانيكس، معناها إيمانويل كانت كان غلطان لأن كان عنده يقين خاطئ في وجود السينتاتيك أبرايوري. صح. وفي اللي يقولوا كان المثال الآخر اللي هو عند الإيكليديان جيومتري اللي هي يعني الهندسة متاع إيكليدس، اللي منها من ضمنها نظرية فيثاغورس مثلا. نظرية فيثاغورس تقدر تديرها
تديرها تجربة، يعني تنشئ مثلث، تدير مثلث وتنشئ، ويعني تقدر مثلا تديرها بالمية مثلا، وتاخذ المية اللي على الوتر وتقيسها وتقارنها بالمية اللي على الضلعين الآخرين، حتطلع ان اللي على الوتر تساوي مجموع الاثنين الاخرات، تمام؟ وتقدر تديرها رياضيا، وكان يعتقد ان هي يقينية، فتو طلعت مثلا توبولوجي هندسات مش إقليدية، فقالوا والله معناه إيمانويل كانت كان غلطان من ناحية، صح، لكن من ناحية أخرى الإشكالية تبقى، شنو علاقة القانون الطبيعي هذا اللي نحن نحكو عليه في كتب الفيزياء بالخارج، وكيف تستطيع معادلة رياضية أن تصف الخارج بهذه الدرجة من الدقة إلى أن تصل إلى القدرة على التوقع، البريدكتابيليتي، هذه قصة. يعني تو خلينا القدرة على الوصف سهلة، مثلا داروين جاء قسم وصنف الموجودات، يعني الكائنات الحية، التصنيفات اللي ما زالت قائمة حتى الآن، اللي هي هذا فيروس وهذه بكتيريا وهذه طبعا هذا بعد داروين، وهذه مامالز وهذه كذا، هذه تصنيفات وصف لما هو موجود، لكن اللي في الفيزياء توقع لما ليس بعد. يعني أنا مازال ما ضربتش المدفع، نقدر نتوقع وين حتقع الكرة أو المقذوف. البريدكتابيليتي هذه منين جاية؟ هذا الإشكال اللي عند كانت مازال قائم، والحل متاع كانت ما يبعدش واجد عن الحلول اللي في فلسفة العلوم الطبيعية. سألني عن الكانتيون الجدد اللي هم نيو كانتيونز، طبعا في القرن 19 والقرن 20 تكونت عدة مدارس كلهم يتبعوا في كانت لكن اختلفوا عليه. أهم هذه المدارس، مش ما ننسى حد، مدرسة ماربور، أهمهم هيرمان كون وبول ناتور وإرنست كاسير، ما نقدرش نتكلم عليهم كلهم، بس خلينا ناخذ إرنست كاسير. إرنست كاسير كاتب كتاب اسمه The methodology of symbolic forms، يحكي عن الفورمات الرمزية، وإن في قوالب رمزية، فبنظرية القوالب الرمزية يحكي مش بس عن اللغة، يحكي عن الميثولوجيا، يحكي عن الأمثلة، يحكي عن الـ القصص، عن الأدب، النقد الأدبي كله مبني. كيف؟ نعم، يعني في المجلد الثالث من الكتاب عن symbolic forms دار شغل عن الأنثروبولوجيا، اللي بعدين خداه ليفي ستراوس في كتابه عن أنت ممكن لقيه غادي أنت. صح؟ لأن ستراوس تأثر به، وأيضا تأثر به جايكوبسون حتى هو بتاع اللغة، وتأثر به ميخائيل بختين في النقد الأدبي. لا معناه جايني من 20 طريق. من جاينك من 20 طريق بالضبط. فهذه المدرسة الأولى. المدرسة الأخرى اللي هي البادن سكول، مدينة بادن، هذوم ركزوا أكثر على موضوع أن في منهجيتين مختلفات، منهجية للعلوم الطبيعية ومنهجية للعلوم الإنسانية. طبعا التفرقة هذه، أول من دار التفرقة هذه جون ستيوارت ميل في كتاب المنطق، ترجموها الألمان. لما ترجموها الألمان Human Sciences ترجموها Geistes Wissenschaften، يعني علوم الروح الروحية، تمام، من Geist، زي Geist اللي يحكي عليه هيجل مثلا. والعلوم الطبيعية سموها ناتور فيسنشافتن، يعني العلوم الطبيعية بتاع النيتشر. فمثلا فيندلباند، هاينريخ ريكارت، إميل لاسك، انتم ممكن تشوفوا اي مقالة موسوعية عن النيو كانتيانزم تجدوها الشخصيات هذه كلها. المجموعة هذه هي اللي انتجت المدرستين الكبار في الفلسفة المعاصرة، لأن المجموعة هذه متاع نيو كانتيانز أثرت في حلقة فيينا، موريس شليك وزملاء،
اللي بعدين أثرت في فيتغنشتاين وأثرت في راسل وأثرت في المدرسة الأنجلوساكسونية. ولكن أيضا هذه نفس المجموعة يعني الأساتذة امتاع هايدغر كانوا من هذه المدرسة، فأثرت حتى في الوجودية وأثرت حتى في هوسرا وأثرت في في هانس جور غادمر. كتاب Discipleships غادمر يحكي على أربعة من النيو كانتينز مأثرين فيه. فطبعا تأثير الكانتية الجديدة مهم جدا، ولذلك إيمانويل كانت زي ما قلت لحضراتكم يعتبر معاصر مازال، يعني صراع لا يزال محتدم حول الكلام اللي قال. هل هو نجح في التغلب على مذهب الشك؟ هو حقيقة جذر لمذهب الشك من ناحية أخرى، ولذلك يعني بس كيف تتخلص من هالقصة هذه؟ هيجل حاول أن يطلع منها بأن يقولنا في منطق غير المنطق اللي يحكي عليه كانت، اللي هو منطق الجدل أو الديالكتيك، وأن من خلال الديالكتيك يمكن أن نتعقل الأشياء اللي في النومنة هذه. وهذه الفكرة اللي أخذها منا تلميذة هوزايا رويس اللي أسس للبراغماتيزم للبراغماتية، ففي حلول براغماتية لمشكلة كانت، في حلول في نومنولوجية، أنك تقول يا سيدي خلاص من باش النومنة خلينا نركز على الفينومنولوجي. هذه مدرسة هوسرل وتلاميذة خاصة الريالست اللي هم رومان إنغاردن مثلا وأليكسس ماينونغ، هذه مدرسة أخرى. وفيه اللي قال لا مزبوط كلام كانت، هذا تأييد للشك وأصبح جذر للشك. كل اللي دار دريدا يعتبر كأنه نتائج للي قام به إيمانويل كانت. منين جت لدريدا؟ هذه جت من اللغوي دوساسور، مثلا فكرة أن الشيء متكون من الأشياء اللي مش ما عداه، هذه جاية من كانت. فيعني الغائب الحاضر إيمانويل كانت، يفترض أنه يقرأ يعني. إذا كانك ما قريتش إيمانويل كانت، أبدأ أول حاجة بالبرولوجومنا اللي هي المقدمات لأي ميتافيزيقا تدعي بأنها علمية. هذا كتاب قصير، هو دار كملخص للكريتيك. وبعدين أقرأ ترجمة أخرى لأي ميتافيزيقا مستقبلية، هي هو نفسها، هذا نفسه. وبعد البرولوجومنا أقرأ بعض الأجزاء من النقد العقل المحض، بعدين أقرأ كتاب نقد العقل العملي هو الأول قبل ما تقرأ ميتافيزيقا الأخلاق، وبعدين تقرأ الكتاب الأخير اللي هو نقد الأحكام أو Critique of Judgment. ولو يهمك أراء السياسية أقرأ مقالته عن الكوزموبوليتانيزم، عن الحضارية، ومقالته عن السلام الدائم اللي هي أصلا فكرة الأمم المتحدة Perpetual Peace. وهيك نكون وصلنا ل 12:30. عندكم نص ساعة لو في أي أسئلة عن أي حاجة تخص كانت أو أي شيء آخر. تفضل. السكيمة هذه. السكيمات. نعم. بالنسبة لكانت هي نتاج التاريخ البشري، التطور البشري، والله هي موجودة في كل بشر حتى قبل التاريخ. هذا السؤال. سؤال آخر، في صفحة ونص في ما وراء الخير والشر نيتشه يقول كانت ضحك على الناس قالوا في حاجة اسمها نيومينا، هذه هي موجودة بس ما حدش يعرفها، مش عارف شنو. خلينا ننشل للسؤال الأول. السؤال الأول مهم جدا. طبعا مفهوم التطور عند إيمانويل كانت ما هوش مفهوم دارويني، لأن ما كانش دارون موجود يعني. تمام. لكن الألمان من وقت تقدر تقول لايبنتس، تمام، كان عندهم نوع من
من الشعور بأن لأن طبعا زادت الاستكشافات وشافوا العوالم وشافوا الأديان الأخرى والحضارات الأخرى وكانت الرحلات والأنثروبولوجيا تقوت، فهذه المعلومات الأنثروبولوجية خلتهم يتكلموا عن أطوار، فكان ففي كلام عن الأطوار خاصة الأطوار الحضارية والأطوار الثقافية، الكلام تجد عند من لايبنتس لغاية فون هومبولت وفيلهلم دلتاي وهذول كلهم تحدثوا عن هذه الأمور. وكان السؤال هل العقل موجود عند كل الشعوب بنفس المقدار، هل العقل الإنساني واحد، والله مثلا في شعوب متخلفة وشعوب عندها عقوله، فطبعا كان فيه نظريات عنصرية خاصة عند الألمان تقول إن مش كل الشعوب عندها هذا العقل، وإن اليونان تميزت وإن العقل الغربي، يعني حتى القرن العشرين في بعض الكتابات العنصرية تكتب بهذا المفهوم، مثلا في كتاب تعيس لواحد أمريكي اسمه The Arab Mind مثلا يحكي كيف العقل العربي يعني يصفه يعني بأوصاف مش حلوة، فيعني موجودة هذه الـ الأوصاف مش حلوة هذه أنا اللي يعجب بيه نيتشه. حتى هيجل يتكلم عن العقل الشرقي الأورينتال ريزن، ولكن حتى بعض المعاصرين من بني جدتنا يعني ادعوا بأن العقل العربي بياني مش برهاني، وأن العقل العربي مثلا زي الجابري مثلا. نعم أنا مش يعني أنا أعتقد أن العقل واحد، يعني قد يتموضع بأشكال مختلفة، قد يتأثر بأشياء مختلفة، قد يعطي مثلا الرواية أكثر من الدراية، قد يعطي مثلا الخيال أكثر، قد يعطي مثلا المقارنة أكثر من، لكن شو اسمه شبندل مثلا. نعم شبندل. نعم بالنسبة له هذين مميزات عند العرب. نعم مش سيء. نعم صح. وحتى يعني فنرجع لسؤالك، فأعتقد أنه هو بالنسبة لكانت أنه يونيفرسال عند كل البشر. نعم قوالب جاهزة. قوالب يعني هو قوالب جاهزة للعقل من حيث هو عقل. نعم هذا السؤال الأول. السؤال الثاني على نيتشا موضوع النومنا، هل هو زلبيحة يعني أو خدعة؟ هو دي صفحة رص داري، جاء واحد اسمه كانت قال لهم في يومينا نعم موجودة لكن ما حدش يعرف. نعم بس حتى نيتشا قال فيه الأوبر مانش بس مش بس ما حد شافه، يعني حتى في كتاب ذس سبوك زاراثوسترا مثلا، والله حتى نيتشا يعني نيتشا فكرته عن الأوبر مانش هذا شبيهة بالنومن، حتى هو بصيرة ما لهاش تموضع أو تشيء ملموس، عرفت يعني أي واحد يقدر يقول على أي حد الاتهامات هذه. نيتشا فيه نوع من الصبيانية حقيقة في طريقة هجومه يعني. لا بالنسبة له عنده تعبير مش عارف ما عليك يقول العقل الألماني الغريب ديما في كل الكتب. لكن والظاهر هذه للأسف يعني إحنا في ثلاث مفكرين أثروا في العصور الحديثة واخترقوا حتى الأدبيات العربية، وال اللي هم نيتشا وفرويد وماركس، هذوما الثلاثي اللي يسموا فيهم الهيرمينوتيك اوف سسبشن، يعني الهيرمينوتيك متاعهم ديما مبنيه على التشكك وال ومشكله المنظومات هذه ما تبنيش حاجه ايجابيه، يعني هذا هي تفك يعني اساس التفكيك لكن اوكي التفكيك الخراب سهل، عرفت كيف تبني يعني. طبعا مفكرين مهمين يعني ويمكن مهمين حتى في الحد من التكبر الغربي، عرفت يعني مهمين في فهم الحضارة الغربية، لكن لا يبالغ في جد فترة في الستينات موضة التفلسف متاع المقاهي الباريسية، يعني زي كتاب في المنفى لبودابوس زي الحركات هذين، يعني حتى الصادق إن هو رحمة الله على الجميع يعني انبهروا بهذه القصص يعني بطريقة سارتر ولاكان هذه النفحة الفرنسية شوية. الفرنسيين من أول ما غابت عنهم الصرامة متاع ديكارت والتنوير متاعهم حقيقة ما أنتجوا من فلسفات في العصور القريبة
معظمها ديستركتيف يعني تدميرية، ما فيهاش حاجة تبني يعني. وفي حاجة أنا ملاحظها يا دكتور، مش عارف عندك دريد أو فوق وآخر كان مرشح الرئاسة فيلسوف، هم أغلب اللي يعني عند الثمانينات يعني الأغلبية هم فرنسيين اشتغلوا على فلاسفة ألمان في الغالب يعني. إيش يجيبوا أشياء جديدة، أنهم ما يشتغلوش على فلاسفة فرنسيين، لازم يمشي لألمانيا يختار واحد من فلسة ألمانيا ويشتغل عليه. مثلا دريد كان مشتغل على هيك يعني كتير بتاع الهندسة. نعم، هي هذه ظاهرة طبعا المدارس الفكرية كيف أثرت في بعضها. جت فترة الفلسفة الألمانية كانت هي المسيطرة غربيا يعني، مثلا حتى الفلسفة الأمريكية ويليام جيمس مش أقرأ في ألمانيا، هوزايا رويس تأثر بهيجل يعني، حتى الفلسفة الإنجليزية فترة المثالية الإنجليزية مثلا برادلي، يوكايم، كولينغود، ألكساندر، هذوم كلهم تأثروا بالهيجلية عرف. وقبلها الفترة متاعت الفترة الاسكتلندية كان التأثير عكسي، المدرسة الاسكتلندية هي اللي أثرت في ألمانيا وأثرت في فرنسا. مثلا كلام كانت عن ديفيد هيوم، مثلا جون ستورت ميل كيف أثر في المنطقة متاع يعني. التأثرات هذه تصير المدارس بعد الحرب العالمية الثانية طبعا، الكراهية لألمانيا من ناحية صار نوع من الرفض للفكر الألماني، ومن ناحية أخرى في ألمان هاجروا لأمريكا وأثروا يعني الجشتالت سايكولوجي هذه كلها من الألمان. بس اللي هو حقيقة واضح أن الفلسفة لا تنمو إلا في مدارس يعني وتتلمض مباشر يعني، فالأساتذة ينجوا تلاميذ ولا التلاميذ يعني مدارس فكرية. إحنا اللي صرنا في العالم العربي إن الانقطاعات هذه والمدارس يعني للأسف، وعدم محافظتنا على مدارسنا الأصيلة أيضا يعني. الآن نادر من تجد يعني من يعمل بالعلم الكلام بطريقة صح يعني بطريقة عميقة، حتى في كبرى الجامعات. أي سؤال آخر؟ تفضل. عند حديث كانت بعد قسم المقولات، مقولة الحدس والفهم والعقل، هل ينطبق هذه المقولات على أشياء غير حسية؟ جميل. مدعاة للتأمل. أولا خليني نجاوبك في أربع أوجه. أولا التقسيم في اللي يعتقد أنه هو حاجة جديدة عرفت، بس هو راه نفس التقسيم اللي موجود عند مشايخنا ما بين التصور والتصديق والاستدلال، ونفس المستويات. التصور عبارة عن تمظهر تلقي لما هو موجود، تصديق أنك تصدر حكم على موجودات تربطها ببعضها، الاستدلال أنك أنت تخش في ديدكشن أو أنك تستنتج من مقولات إلى نتائج. فهي نفس الثلاث مستويات اللي هو عند السنسيبيليتي والأندرستاندينج والريزن عنده في هذا المحور الأول يعني. نبيك بس تلاحظ أنه موجود في التراث. الملحظ الآخر، كانت في النقد العقد العقل المحض أحيانا يخصص في بعض الأبواب للتفرقة بين الوجود الذهني والوجود الحسي. مثلا في مقولة، لما يتكلم عن مقولة الزمان والمكان، يلاحظ أن مثلا الوجود الذهني لابد أن يكون فيه زمان لكن مش بالضرورة يكون فيه مكان. مثلا هذه التفرقة مهمة. تمام، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو المحور الثالث، لو أنت عندك مفهوم مجرد، تمام، المفهوم المجرد ممكن تتعامل معه على مستويين في علم أو في عالم المعاني. ممكن تتعامل معه كمفهوم مجرد خالص من أي خيال، تمام، وممكن تتعامل معه
كمفهوم مختلط بنوع من الخيال، يسميها ابن عربي رحمة الله عليه حضرة الخيال، يسميها يعتقد أن فيه أن في الذهن اللي الآن في علم النفس يسموها cognitive perception و visual perception، في فرق حتى في علم النفس الآن. يعني أنت ممكن نقطة رياضية تتعامل معها كمفهوم، هي ذلك شيء اللي لا له عمق لا عرض لا ارتفاع لا، تمام، هذا على مستوى المفهوم. بس ممكن تتخيل نقطة، أو أنا تو تخيلت نقطة، ممكن حتى تلونها، ممكن تخليها نقطة حمراء، ممكن تخليها نقطة خضراء، مع أنها ملهاش جسمية، عرفت؟ وممكن تخليها نقطة لامعة تلمع وتضاوي، تمام؟ صح. هذا وين تدير فيه؟ تدير فيه في عالم الخيال، مش في عالم المفهوم المجرد، تمام؟ هذا المحور الثالث. جو المحور الرابع، سؤالك الآن نسأله، هل ينطبق على علم على عالم المعاني، وهل ينطبق على النوع الأول من عالم المعاني ولا من النوع الثاني من عالم المعاني؟ نبدأ بالسهل اللي هو الفيجوال. أعتقد أن الثلاث مستويات موجودات في العالم في النوع الثاني اللي هو الفيجوال، اللي هو أنك تقدر تتخيله، أي بمعنى أنك تقدر تحس بها هذه النقطة، وتقدر تحس بها في زمان ومكان، عجيبات زمان ومكان، معنويات، لأن هذه اللي أنت شوفتها والنقطة اللي أنت خايف فيها، نحرك فيها على اليمين، نحرك فيها على اليسار، في خيالي، مع أنه ما فيش مكان، كأن في مكان ذهني، وهي في زمان. ليش؟ لأنها قعدت وقتين ما مشتش، نقطة قاعدة والثانية اللي بعدها قاعدة، فمعناها في زمان، تمام؟ فمقولات المكان والزمان تنطبق عليها مع أنها وجود ذهني، تمام؟ بعدين نجي بنفهمها، بنفهمها المقولات 12 هذين ينطبقا، هل هي وحدة؟ هل هي مركبة؟ هل هي فيها تعدد؟ هل هي موجودة؟ هل هي منفية؟ هل لها حد؟ قصدي تقدر تسأل نفس المقولات، وتقدر بعدين توصل للمستوى متاع اللي هو الريزنينج اللي فيه الاستدلال، وفيها أيضا القصدية، تقدر تسأل هل النقطة هذه ممكن تكون هدفي في مثلا التأمل، بحيث أني أنا نقوي من تركيزي مثلا، أصبح فيها نوع من القصدية، أصبحت ريزنينج مش بس understanding، عرفت؟ فمعناه ثلاث مستويات موجودات في الوجود الذهني الخيالي، كملناها، نرجع للوجود الذهني اللي مش خيالي، تمام؟ هل الثلاثة موجودات؟ هنا نجد صعوبة في الإجابة، لأن كأن بالتعريف ما فيش لزمان لا مكان لها المفهوم، لا مكان لها، بس هل في زمان لها؟ ساعدني ترى، شوف مفهومك الشجاعة، لا 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 لا، غير خلينا في النقطة، نحن شجاعة كيف تخيل أنا في مكان وزمان؟ تضرب مثال بدل، لا غير استناني، ما تمشيش للواعر قبل السهل. نقطة رياضية أسهل حاجة تفكر فيها، ترى فكر معي، هل هي في النقطة الرياضية المجردة، هل هي في مكان؟ تو مثلا علماء الرياضيات، علماء الرياضيات عندهم حاجة اسمها mathematical space، المكان الرياضي، الأرقام، الأعداد وين موجودة؟ موجود مثلا الأعداد موجودة ولا مش موجودة؟ خلينا ما نوعروش الأعداد اللي يسموها الانتجرز، 1 2 3 4، الأعداد الصحيحة موجودة ولا مش موجودة؟ هي متشيئة، هذا 1 وهذوم 2، في تشيئ، بس هي نفسها كأعداد رياضية موجودة ولا مش موجودة؟ وإذا كان موجودة وين موجودة؟ هذا اللي يسمون الماثيماتيكال سبيس، عرفت؟ فالمقولات، مقولة الزمان والمكان صعبة شوية، باقي المقولات أعتقد ينطبقن عليه.
بس ما يقدرش نقطع يعني أنا تبيلها شوية. أنت لازم تتأمل فيهن وحاول تكتب تأملاتك هذين المهمات تخرج نتيجة ذاتية. أيوة كانها النتيجة الذاتية. شوف ديكارت دار شارع بالنتيجة الذاتية صح؟ حتى الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال والموصل لذي العزة والجلال تو دار شارع بالتأمل الذاتي. عنوان كتاب ديكارت تأملات. تأملات نعم. ريتها الفلسفة كيف؟ هذه اللقطة اللي أنت ما تبيش تديرها هي هذه الفلسفة. أسألني عن شجاعته. كرم حزن هذين هل ينطقن عليهم؟ انت لاحظ كيف خديت شكارة وحطيت فيها مجموعة من الحاجات اللي ما يمشنش مع بعضها. لاحظ شندرت انت قلت الحزن والكرم، ما تلاحظش ان في فرق بين الاثنين؟ في فرق مهم. الحزن تحس به صح؟ يعني تحس انك حزين، هو ايموشن. باقي الكرم ماهوش ايموشن، ماهوش شعور، صفة. معنى في فرق بين الصفة والشعور. شنو الفرق بين الصفة والشعور؟ فانت لاحظ ان المعاني المجردة مش كلها لأنها معاني مجردة معناها من نوع واحد. معناها أنا ممكن ندير تصنيفات للمعاني المجردة صح؟ نقدر ندير كتالوج. ما هي أنواع المعاني المجردة؟ في معاني رياضية، في معاني قيم أخلاقية، في صفات إنسانية، في مشاعر. مش هتقدر تعدها، هتمشي. ليش مش هتقدر تعدها؟ هتقدر ترد من كل واحدة. أنا درتها وتأخذ اثنين وتلقى علاقة مشتركة وتطلعها في أجليدة وهكذا إلى ما لا نهاية. صح، لأن مشكلة التايبولوجي نفسها التصنيف دائما يعتمد على مبدأ التصنيف. كيف تصنف؟ شرحناها المرة اللي فاتت بتاع كيف تصنف الموجودات الغرفة صح؟ في شاب ما شاء الله يعني من أذكى الناس اللي قابلتها اسمه عبد الرحمن محيريك، الآن إن شاء الله حيناقش الدكتوراه في الوجود الذهني عند الأشاعرة في جامعة ميونخ في هذا المعنى. شاب ما شاء الله عليه. بس أنت في نقاشات يهزو عليها الآن عرفت عند القدامى، يعني مثل موضوع شيئية المعدوم كتبوا فيه المعتزلة، كتبوا فيه الأشاعرة، كتبوا فيه كتب فيه الفخر الرازي مثلا. موضوع شيئية المستحيل مثلا، الدائرة المربعة مستحيلة صح، لكن الدائرة المربعة مربعة، مقولة صحيحة. الدائرة المربعة دائرية، مقولة صحيحة. الدائرة المربعة شكل مستحيل، مقولة صحيحة. طلعت ثلاث جمل صحيحات عن حاجة مستحيلة. شنو نوع الوجود اللي الذهني اللي عندها المستحيلة هذه اللي أنا قدرت نتكلم عنها كموضوع يحمل محاميل؟ سؤال وجيه. بالنسبة لكانت يقول أن أرسطوطليس اعتمد على الكهانة ما عنده شيء على العشوائية. بينت يا سيد ديماني والكانت كيف درتها؟ قال أنا درتها بتحليل المقولات القوالب المنطقية. الجمل المنطقية إما تكون قطعية مثلا كاتيجوريكال اللي هي مثلا سقراط إنسان ولا سقراط فان ولا السماء زرقاء، قال هذه حتعطيني موضوع محمول، معناه وجود substance و attributes أو جوهر وعرض، هذه المقولتين مهمات.
قال بعدين لاحظت حاجة أخرى، في قوالب شرطية، كان في نار في دخان، كان في إذا مطرت تنبل الوطاء، إذا كليت شبعت، إذا كان ما كليت جعت، معناها هذه في أشياء مرتبطة بعضها بطريقة سببية، هذين سبب ومسبب، هذين مقولتين أخرات. فهو أخذ القوالب المنطقية، قال مدام كل التفكير الإنساني لازم يكون في هذه القوالب ما يطلعش منها، صح؟ نأخذ القوالب ونحللها، من أين أتت هذه القوالب؟ حنلقى أنها أتت من مقولات عليا، هن 12 مقولة هذه اللي هو يسميه Transcendental Deduction، استدلال علوي. وإذا كانك مش مقتنع، أقرأ نقد العقل المحض وشوف كيف يدير الاستدلال، يمشي خطوة كل وحدة يطلعها بديدكشن من القوالب المنطقية. أنت تو لما تفهم شنو الإشكال متاع الكتاب الآن ممكن حتقدر تقرأه. هو المهم اللي قلت لما حضرتك ترتيب الكتب، لأن بالنسبة لي ما كان صعب جدا، بس كأنك فهمت كانت باقي الفلسفة يكون سهل جدا. هو أصعب. شوف أرسطوليس وكانت، أنا طريقتي في التدريس مع طلبتي اللي هم المقربين، يعني اللي أنا كان عندي طلبة توفوا رحمة الله عليهم اثنين، وهذا عبد الرحمن، إننا نشد في الكتب الكلاسيكية، أرسطوليس فهمت أفهم، كانت أفهم. بالنسبة أرسطوليس لقينا له مدخل عبر الباقلاني الغزالي، في كتب يعني شخصيات، يعني لو تقراهم هم 12-14 شخصية، لو تقراهم ربي يفتح عليك في الفلسفة. طبعا بالنسبة لي ما كانت المشكلة الرئيسية هي كانت. أبدأ أنا حتى أنا كان عندي نفس الصعوبة، لغاية ما تيري ويليامز هذا قال لي أقرأ البرولوجومنا، هي الأولى برولوجومنا نحو متفزين. نعم. هذا يسموه المشايخ عندنا ترتيب العلوم، لأن في كتب هي مفاتيح لكتب أخرى. طبعا زي ما تحاول يعني تفتح الباب بدون مفتاح صعب، والمدرس المفروض أنه يعطيك المفاتيح اللي استلمها من أساتذته واللي اكتشفها في تخبطه، يعني ويوريك المزالق وين طاح من قبل، وين انجرح، وين خبرت. هي نوع من السير، يعني زي ما يقولوا مشايخ الصوفية، طريق. أفضل إن نقرأه ونبدأ به، أو نقرأ حد شرح عليه قبل. تقرأه هو. نبدأ به. أنا لا مش غير مقتنع بالشراح، أستاذ وكتاب أو الكتاب دغري، وحتى الأستاذ كويس في البدايات بس ما تصدقيش واجد، يعني مثلا الكلام اللي قلته عن كانت ما تاخدش على انه هو خلاص هذا، يعني ممكن حضرتك حتوصلي لنتائج مختلفة تماما، يعني لكن على الاقل تعطيك بداية، يعني والأستاذ الكويس هو اللي يفرح لما تلميذه يعني يخالفه ويطلع بشيء جديد، مش انه غير يقعد يكرر في اللي قاله. ومدرسي الفلسفة قلائل جدا، يعني البروفيسور بتاع الفلسفة وجدين، لكن مدرسي الفلسفة شوي، لأنهم هم مدرس الفلسفة المفروض ينقل لك نوع من الشغف ونوع من الحيرة الفكرية ونوع من الدهشة أمام الأشياء اللي صعب جدا تنقلها من كتاب. والله يعني إنك تتأمل في أبسط الأشياء، وإنك تشوف، إنك تفتح عيونك وفي عالم موجود يقول لك ها أنا ذا، وإن هذا الشيء على بساطة يقول لك ها أنا ذا بطريقة مختلفة عن هذا وعن هذا وعن هذا، وكل ذرة من الكائنات يعني تتعامل معك بطريقة فريدة لا تتكرر في أي مخلوق آخر، حاجة كبيرة. يعني ربي يعطيك هذه، يعني واحد يعزمك على عزومة ويكثر من الأشكال تفرح وتقول الله يكبر بي، ربي مكبر بك بشكل لا متناهي، يبيك تتأمل في آياته باش توصل له وباش تعرف يعني حسن تدبيره ولطفه ورحمته.
وأعطاك الكائنات هذه كلها طريق إليه. والله أعلم. أخشي الحج. تفضل يا سيدي. سيادتك ذكرت تصنيف التزامي مذهب الشك. لا أدري وعندي وعنادي. وعنادي مش هو الوقفي؟ على فكرة موجودة في أغلب كتب علم الكلام. إي نعم. شو الفرق بين العنادي والوقفي؟ عشان تقصد بالوقفي أنت؟ متوقف في لا لا أدري هو الوقفي. لا أدري هو الوقفي. حتى بحسب العناد يقول إن المعرفة لا تتأتى أصلاً. لا أدري مش خطأ حكمه أصلاً. لا لا أدري يعلق في الحكم يقول ممكن ممكن المعرفة ممكن ممكنة أو مش ممكن غير ممكن. لكن لا أدري إلا لكن العناد يقول لا يمكن أن تتأتى. فهو قطعي في نفيه للعلم. عرفت؟ هذا العناد. قريت عند الشهر الثاني في الميلاد. عند الشهر الثاني في الميلاد. تكرر أكثر من حد. هي أعتقد أول من هي موجودة هي نعم عند الشهر الثاني في الميلاد موجودة في شرح المقاصد للتفتزاني موجودة في شرح العقائد النسفية للتفتزاني. التصنيف اللي عند ابن حزم يختلف. لأن شكله جاية من مصدر أندلسي يهودي مختلف عن المصادر المشرقية. هو بحزم كله مختلف. أي طبعا. بحزم عبقرية وعادة. عبقرية. عبقرية وعنده طامات طبعا. لكن في نقاش مع اليهود مثلا نقاش راقي جدا. نعم لأن كان عنده معرفة مباشرة بهم كان يدرس على بعضهم. نعم شن تاني من الأسئلة تو على شن تشتغلون انتوا الأيام هدينا امتحان شنو تمهيد الإنسان ماستر. شو المواد اللي أخذينها؟ مصطلح الفكر الإسلامي هذا يقارن بين مصطلحات اليونان ومصطلحات الفلاسفة المسلمين. الفكر المقارن موضوعات ما بين اليونان وما بين المسلمين. فلسفة الحضارة الرئيسي فيها شبيلر ويمبي و وهويتد. شو الأخرى؟ فلسفة السياسة. ومقارنة كثيرة أو فلسفة معاصرة للتوبيس الشيء أي وجبة دسمة ما شاء الله على المصطلحات بالذات تخيل أنت عندنا كان نحن جي عشرة فلاسفة مسلمين وكل واحد منهم عنده كراسة في المصطلحات رسالة هذا شو اسمه عبد الأمير الأحسن العراقي اكتشف في أفغانستان كتاب فيه تقريبا مصطلحات الفلاسفة المسلمين كلهم ويقول هو أنه يدرس منذ القرن السادس الهجري لعند فترات المطاولة على الأقل في إيران قعد لعند توه أي هي مدارس والمصطلحات الطامة الأخرى المصطلحات تختلف من مدرسة لمدرسة ومن علم العلم يعني الجوهر عند في علم الكلام غير الجوهر عند الفلاسفة لا الجوهر أنا قريت عن توه ثلاث أبحاث وكل واحد منهم ماشي في شيء وتخيل بتغسل امتحان بس بعد ما تكملوا امتحانات إن شاء الله تتسهل الأمور وشن في شن حتكتبوا للرسائل أنا تقريبا هيك جمال إن شاء الله استاتيكس عند من؟ دريد لا مانيش محدد مازال لكن دريد اكيد ليش؟ اشتغل فيه من اول هذا مش سبب كويس شوف لك واحد يعطي حاجه ايجابيه الاستاتكس في دريد دامت لا تقود بشيء عفوا دكتور انا هو جمال هنا هو. انا هذه خذ اكتب الاسماء هذين وشوف اقراها شوف شوف بنديتو كروتشي كروتشي مقالي اوكي كتابة استاتيكس
وشوف نقد العقل ال عقل الأحكام، هذا الكتاب الثالث من تقريبا كانت اللي هو تيليولوجي، وشوف واحد اسمه بيرك كاتب في الثيري اوف سنتمنتس، عنده كتاب عن السبلايم، فكرة السبلايم الرائع. هذا ما خير لك من ده غداء بستين ألف مرة. هذا لو بتكتب على جانب، تبي تكتب على المسلمين فيه يعني. فيه. عندي في الفصل الثالث تحديدا في أي موضوع تركيا المحلية السابقة. تمام. مين اللي بيه؟ عندي صعوبة في تجميع المصادر التركية المحلية باستثناء مسألة عن أمريكا. غريب كيف هاتش مصادر؟ يعني أنا جميل كتاب سالب. هي القيم على المستوى النظري في تصنيف القيم ليس هناك أروع من كتابات نيكولاي هارتمان كإطار نظري. عند كتاب اسمه إيثكس 3 مجلدات، بس تقدر تلقى. أبدأ بالمقالة ستانفورد إنسايكلوبيديا، عن ستانفورد إنسايكلوبيديا وفيلوسوفي، موسوعة ستانفورد الفلسفة، في مقالة عنها تقدر ترجميها لحظة بس ماشي. Fahad, I'm just coming out of a lecture. I'll be with you in about 7 minutes, okay? بالنسبة للقيم الليبية، القيم الليبية تقدر تقولي مصادرها الآتي: قيم دينية. هذه أهم كتابات في القيم الدينية اللي فعلا لها تأثير عميق في ليبيا، كتب أحمد زروق على المستوى النظري، لأن يأخذ كل قيمة ويحكي لك عليها، خاصة أصول الطريق. كيف يا سيدي؟ أخليه بعدين قصوا لك. وأيضا قواعد التصوف، كتاب اسمه قواعد التصوف، وكتابات كتابات محمد بن علي الخروبي، هو تلميذ زروق، محمد بن علي الخروبي، وفيه كتاب اسمه رسائل عبد السلام الأسمر إلى مريديه، هذا حتى هو يعدد فيه الأخلاق المفروض يتصف بها الإنسان، فيه حتى هو تصنيف للقيم. هدينا أهم مصدرين. لو أنت يعني قصرت عليك الطريق في حاجات واجدة بس يعني صعب أنك تلقطي منها، بس هدينا تلقين شبه واتيات. تمام؟ يعني زروق مصنفهن، حتى دايرين مجموعات 5 5 5، يعني تلقين واتي. تمام؟ عندك أحسن مدخل له أنك تقري كتابة أصول الطريق اسمها صغير، وبعدين كتابة بعدها قواعد التصوف. محمد بن علي الخروبي، أنا حققت له كتاب صغير اسمه الحكم الخروبية، لو موجود تقدر تدير له داونلود من على مجمع ليبيا. هذه مجموعة حزمة القيم الدينية تقدر تقولي. بعدين عندك حزمة القيم البدوية العربية اللي جاية من بني هلال وبني سليم، هذه تلقاها في أشعارهم. هذا أحسن لك كتاب اللي هو ديوان الشعر الشعبي المحقق في جامعة قريونس، ومش لازم تعبي روحك بكثر الشعراء، ركزي على محمد قنانة وحسين الحلافي مثلا، خذي 3 نماذج مثلا.
تطلع منها القيم اللي يحكوا عليها، هضم اللي يتميز بنوع من ال هذا يلخص لك زي ما تقولي خلاصة. ولو تبي أنت تعمق في الموضوع فيه كتاب برهانة في جامعة سبعة عن السيرة الهلالية، فيها مقدمة يحكي على زي ما تقولي القيم البدوية، وفي أيضا كتاب للقشاط عن البداء والقيم البدوية، ما عشان نذكر اسمه محمد سعيد القشاط، لا الكتاب ما عشان نذكر اسمه، بس هو أعتقد البدو مش عارف إيش، ما عشان نذكر طبعة دار الكتاب العربي في أواخر السبعينيات. هنا هدينا يعني طبعا عندي قيم مازيغية وتارقية وتبوية، بس صعب إنك تحصلي لها مصادر يعني باللغة العربية، كاتبين الفرنسية شوية عليها. ست أعتقد، بس زروق يساعدك واجد لأن خلاصة الخلاصة فيه، ورسائل عبد السلام الأصمد اللي حققها محققة مطبوعة دار المدار في ظني في أواخر الثمانينات 89 حققها الأستاذ بالرابع رحمة الله عليه. تمام، أي سؤال آخر؟ ربي إن شاء الله يوفقكم.